أعلنت جامعة حمد بن خليفة على استضافتها النسخة التاسعة من الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها خلال الفترة من الرابع وحتى العاشر من فبراير 2023. وستجمع الدورة الطلاب للتنافس في 6 ألعاب رياضية هي كرة القدم على الملاعب العشبية والكرة الطائرة وتنس الطاولة والبادل وألعاب القوى والسباحة. وأكد السيد فيصل المهندي مدير الدورة الرياضية حرص جميع المعنيين على إقامة نسخة مميزة واستثنائية، ومشيرا إلى أن التجمع الرياضي الخليجي يحظى بأهمية قصوى لما له من مردود إيجابي وتأثير ملموس يعكس بشكل مباشر عمق العلاقة بين الشعوب الخليجية. اليوم الحمد لله انتهينا من اجتماع اللجنة الإشرافية اللي بقيادة عماداد والمجلس التعاون باجتماعهم اليوم في جامعة حمد بن خليفة، وهم كانوا هنا موجودين للاطلاع على أبرز التحضيرات والمقترحات اللي عدتها جامعة حمد بن خليفة لاستضافة البطولة التاسعة للجامعات ومؤسسات التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي. طبعا الدورة هذه الدورة التاسعة راح تكون إن شاء الله من تاريخ 4 إلى 10 فبراير 2023، هي عبارة عن بطولة رياضية لكل طلاب دول مجلس التعاون الخليجي، فيها تقريبا 6 ألعاب تم الاتفاق عليها والإعلان عنها، وهي كرة القدم العشب وكرة الطائرة والسباحة وأيضا ألعاب القوى والبادل وتنس الطاولة. هذه 6 ألعاب تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة الإشرافية، وهو مقترح من قبل جامعة حمد بن خليفة. مشاهدينا بهذا